وخلونا نروح نتابع مع زميلنا محمد رفعت مراسل صباح الخير يا مصر بعض أعمال امتحانات الترم الأول في جامعة سوهاج واللي بتتم إلكترونيا ومع لقاء مع الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا هدير، صباح الخير يا احمد، صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام. اذا هي امتحانات الفصل الدراسي الاول هنا في جامعه سوهاج والتي تتم وسط اجراءات وتدابير احترازيه عديده. عند مداخل وبوابات هذه الجامعه لا يسمح للطلاب او حتى للعاملين في جامعه سوهاج وفي منظومه الامتحانات من الدخول الا اذا كان مرتديا لغطاء الوجه الكمامه الطبيه ومعه كارت التطعيم. داخل اللجان هناك اجراءات وتدابير عديدة لعدم تفشي فيروس كورونا سواء من أعمال التباعد داخل اللجان وعمليات التعقيم. الجامعة هذا العام خصصت عدد من لجان العزل ربما لحالات الاشتباه وأخرى لإخواتنا من ذوي القدرات الخاصة. للمزيد ينضم إلينا معالي الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج يطلعنا عن أهم ما اتخذته الجامعة من إجراءات مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول. أهلا بحضرتك يا دكتور، صباح الخير عليك، وكلمنا عن أهم ما اتخذته الجامعة من إجراءات لضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل سليم إن شاء الله. صباح الخير على حضرتك استاذ محمد، صباح الخير على الساده المشاهدين، وصباح الخير على الاستاذ هدير والاستاذ احمد من استوديو صباح الخير يا مصر في تلفزيوننا المصري القناه الاولى قناه الدوله المصريه في ظل الجمهوريه الجديده. اسمح لي من خلال جامعه سوهاج ان انا يعني بعرض على حضراتكم الخطه اللي اتخذتها الجامعه لكي يقوم ابنائنا الطلاب بتاديه امتحانات نهايه الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2021-2022. الحقيقه في قبل بدايه الامتحانات عقدنا اجتماع للجنه العليا للامتحانات ممثله في السيد الاستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب والساده وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب، السيد مدير عام الاداره المركزيه للشؤون الطبيه، المدير عام الاداره المركزيه للامن الجامعي، مدير عام الاداره المركزيه لرعايه الشباب، واتخذنا سياسه طبقناها من منذ اليوم الاول للامتحانات. اولا وضعنا جداولنا بطريقه تسمح بان كليات عاليه الكثافه توزع على ايام متفاوتة، يعني احنا عندنا اربع كليات التربية والاداب والحقوق والتجارة دول عالية الكثافة، عشان كده وحطنا لهم جداول بحيث ما يجتمعوش في يوم واحد عشان نقلل من عدد الطلاب اللي بيؤدوا الامتحان في ذات اليوم. عملنا مجموعة من المخيمات اللي اعدت خصيصا في فناء المقر الجديد للجامعة عشان نقلل الكثافة في داخل المدرجات والفصول الدراسية والاماكن المتاحة لتأدية الامتحانات داخل منشآت الجامعية. استوعبنا كافة الطلاب مع المحافظة على التباعد زي ما حضرتك أثرت في البداية. الحقيقة أي لجنة موجود فيها لا يزيد عن 25 طالب، المسافة بين كل طالب والذي يليه سواء أمامه أو خلفه أو يمينه أو يساره لا تقل عن متر ونصف على الأقل. وفرنا كل الإجراءات الاحترازية على بوابات المقرات زي ما أشرت حضرتك إن محدش بيدخل إلا يعني في موفر اتنين كاف كارت وكمامة، لازم يرتدي الكمامة وفي إيده كارت التطعيم. احنا الحمد لله جامعه سوهاج تخطت نسبه 97.2% من الحاصلين على الجرعه الاولى من التطعيم، 75.5% من الحاصلين على الجرعه الثانيه، وبدانا الان في تطبيق الجرعه الثالثه. يمكن الناس بدات تجي لها رسائل، وانا شخصيا جات لي رساله بالامس بالحصول على الجرعه الثالثه وتوجهت للنقطه وحصلت على الجرعه الثالثه بالامس فقط. الحقيقه يعني كمان وفرنا مجموعه من المطهرات في كل الاماكن اللي ممكن يرتادها الطالب اثناء تاديه الامتحانات سواء كان حمامات او دورات مياه. على مداخل كل البوابات الجامعيه وفرنا مجموعه من الكمامات، حتى الطالب اللي جاي ومعهوش كمامه بنمنحه كمامه على مدخل الجامعه عشان نتاكد من الاجراءات الاحترازيه. كل الساده الزملاء المشرفين على اللجان سواء كانوا اعضاء التدريس او معاونيهم او من موظفي الجامعه كملاحظين كلهم بيرتدوا الكمامات داخل مقرات اللجان. دكتور مصطفى، يمكن الشيء المهم والابرز السنه دي في جامعه سوهاج هي اللجان الالكترونيه، عدد كبير من القاعات تم تجهيزها للامتحانات الالكترونيه، بداتوا بالقطاع الطبي، العام القادم حسب تصريحاتك في كل كليات الجامعه 17 كليه هتبدا في النظام الامتحان الالكتروني. الحقيقه احنا هذا العام وفرنا يعني الكترونيك اكزامينيشن سنتر او مركز التقويم الالكتروني مكان مجهز وبه عدد 600 جهاز كمبيوتر. كل القطاع الطبي سواء كان طب بشري او صيدله او تمريض حتى الحقنا معهم الطب البيطري هذا العام بيؤدوا الامتحان على جهاز الحاسوب من خلال بنوك اسئله مجهزه مسبقا من الساده اعضاء التدريس المسؤولين عن المقررات.
كل الايام الماضيه الامتحانات الالكترونيه تمر فيها بسلاسه وسهوله ويسر، لانها مربوطه مع منظومه مراكز القياس والتقويم اللي لها سنتر الكتروني بيديرها على مستوى الجمهوريه من خلال مركز موجود في العاصمه الاداريه الجديده. الحقيقه دي تجربه جديده، والحمد لله بنرفع تقرير يومي مع الوزير الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار عن سير العمليه الامتحانيه الالكترونيه للقطاع الطبي والامتحانيه الورقيه من خلال منظومه ورقيه مميكنه، اي يتم في الطلاب في باقي الكليات كلهم يقوم بالاجابه على بابل شيت ويصحح مميكن في ماكينات لتصحيح البابل شيت، وفرناها في كل مقرات الكنترولات في جميع الكليات الاخرى عدا القطاع الطبي. بنجهز مبنى حاليا هيستوعب 5500 جهاز، وده الاستحقاق الثاني للتحول الرقمي في منظومه التقويم، يعني الان اسندناه لاحدى الشركات وتقوم بتجهيز البنية التحتية ليه، ومتواصل مع السيد الأستاذ الدكتور مساعد الوزير لشؤون التحول الرقمي الأستاذ الدكتور هشام فاروق، ومن خلاله بنوفر ال 5500 جهاز هتصل للجامعة في خلال شهور قليلة إن شاء الله على بداية العام الدراسي القادم. كل كليات الجامعة هتأدي النظام الإلكتروني في التقويم ومن خلال هذا المبنى المجهز إن شاء الله. دكتور مصطفى، كنا أشرنا في البداية وحضرتك أشرت إن هناك لجان خاصة للعزل، ربما الحالات الاشتباه وأخرى لذوي القدرات الخاصة، ماذا عن هذه اللجان والرعاية الطبية داخل لجان الامتحانية بصفة عامة؟ في المقرين سواء المقر القديم أو المقر الجديد متاخم لكل لجنة امتحانية في غرفة مجهزة كلجنة عزل، لو اشتبهنا في أي حالة فيها اي اعراض بنخلي ابننا او بنتنا تدخل لجنه العزل فورا تحت اشراف طبي، تؤدي امتحان هذا اليوم، وبعد اليوم بناخدها على طول على المستشفيات الجامعيه عشان نجري لها الاشعه المقطعيه والمسحه، ونتاكد اذا كانت دي اعراض طارئه ممكن تكون انفلونزا موسميه او فعلا اعراض اشتباك. والحمد لله حتى الان ما فيش اي طلاب فيهم اي اعراض من هذا القبيل، والامور تسير على ما يرام. الاداره العامه للشؤون الطبيه اللي كانت معانا في اللجنه العليا للاعداد للامتحانات، مدير عام الاداره والساده الاطباء والساده هيئه التمريض في الاداره العامه للشؤون الطبيه متوزعين تماما على كل اللجان بيغطوها عشان يشوفوا على اي مشكله تحصل داخل اللجان، وحتى الان الامور تسير على قدم وساق، ما فيش اي مشاكل وما فيش اي اعراض الحمد لله في كل لجان الجامعه حتى الان. يعني شكرا جدا لفضل الدكتور فيه ان شاء الله. بشكر لحضرتك، متشكرين يا فندم. إذن أعزائي المشاهدين، هكذا كانت الصورة هنا في جامعة سوهاج، استعدادات وتدابير عديدة اتخذتها الجامعة لضمان يعني سلامة سير العملية الامتحانية والحفاظ على كل المشاركين في العملية الامتحانية من تفشي فيروس كورونا. نعود بكم الآن من سوهاج، وإليكم الكلمة هدير ويحمد. شكرا محمد رفعت، والشكر موصول أيضا لدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج.